تم الاتصال بي يعني من قوى الأمن الداخلي، قوى الأمن الداخلي كانوا خوفانين على مقر وزارة الداخلية وعلى مقر قيادة الأمن الداخلي بالأشرفية إنه ما يتم التعرض لهم لهجوم وشيء، وطلب منا إنه إذا فينا نبعث سرايا لنعزز التواجد الموجود بهذاك الوقت. فطبعا أنا حكيت مع رئيس الأركان وقت اللواء مصري وقلت له هيك هيك القصة، إنه أوكي استغرب إنه طيب نحن بدنا نحمي القوى الأمنية الأخرى.